السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هو الجزء الثاني من فلوج اسطنبول، وغادي نبداه لكم من قصر توبكابي. قبل ما نبداه لكم غادي ندير لكم جوله في واحد البازار كيتواجد يعني على برا ديال القصر. وهذا البازار كيبيعوا فيه اي حاجه يعني مصنوعه من اليد، اواني، مجوهرات، داكشي غزال ما شاء الله. خليكم على فيديو. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Bir asi rüzgar olsaydım olsaydım Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Bir asi rüzgar olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni beni Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım قصر توبكابي هو من أكبر قصور مدينة إسطنبول ومركز إقامة سلاطين الدولة العثمانية. تأسس عام 1475. كيحتوي هذا القصر على العديد من الأمثلة للهندسة المعمارية العثمانية، وكيحتوي أيضا على مجموعات كبيرة من الخزف والألبسة والأسلحة والدروع والمخطوطات الإسلامية. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Bir asi rüzgar olsaydım olsaydım Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Bir asi rüzgar olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni beni Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım Alnıma yazdı kader, sileme duman.
شارع تقسيم هو من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول، سمي بهذا الاسم حيث كان مركز لتقسيم إمدادات المياه في العهد العثماني. قلب مدينة إسطنبول القديمة كيتواجد السوق المصري، وهو ثاني أكبر أسواق إسطنبول التقليدية. هذا السوق المصري كبير بزاف ومعروف بالمجوهرات، التوابل، الحلويات، أي حاجة تخطر على بالك كاينة في هذا السوق. السلام عليكم. شكرا. تشكر على وضروري اللي جا لتركيا يفطر في مقهى مادو، احسن فطور. وهذا مقهى معروف في تركيا، يعني في اي بلد في تركيا في اي حي كاين موجود.
من بين الأماكن اللي بغيت نجي لها لإسطنبول هو مطعم الشيف بوراك أو لمطعم المدينة. شكون فينا ما كيعرف الشيف بوراك؟ ولكن عندهم واحد العادة غريبة في هذا الريستورو، هو كل نهار كيهرسوا الطبسيل. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım. Arar bulur muydun beni, beni sahipsiz mezar olsaydım olsaydım. نصرت ولا صالبي، هذا المطعم صراحة عندهم ماكلة بنينة بنينة بزاف، ولكن للأسف ما تلقيناش لصاحب المطعم باش نديرو معه صور تذكارية. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım. Arar bulur muydun beni, beni sahipsiz mezar olsaydım olsaydım. Yeah.
آخر بلاصة مشينا لها في إسطنبول هو حافظ مصطفى، اللي هو محل معروف بالحلويات، أكتر حلوة معروفة فيه هو حلوة الحلقوم أو اللوكوم بالتركية، وكيبيع جميع أنواع الحلويات. وباش معروف هذا المحل، كلهم اللي خدامين فيه كيديروا طرابيش حمراء. وختامها مسك وحلاوة. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تدعموني، ديروا لايكات للفيديو وتشاركوا هاد الفيديو مع أصحابكم وحبابكم، ونتلقاو في فيديو قريب إن شاء الله. سلامة.